نوصل تسليط المزيد من الضوء على هذا الإنجاز الحقوقي الرفيع، وينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب عمار البناي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة. إذن مملكة البحرين تواصل المحافظة على هذا المركز المتقدم في تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص للمرة الخامسة على التوالي. إلى أي مدى يعزز ذلك من مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ بداية أرفع أسمعيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي، إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز التاريخي لمملكة البحرين، واللي يعتبر هذا الإنجاز هو أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، واللي أكد دوما على أهمية ضمان حقوق الإنسان وجعلها استراتيجية وطنية تعمل فيها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق الثوابت الوطنية الراسخة اللي عززها ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 والتعديلات الدستورية اللي أقرتها السلطة التشريعية للمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان. ما تقوم فيه مملكة البحرين من جهود جبارة في هذا الملف، وهو ملف حقوق الإنسان وملف مكافحة الإتجار بالبشر، ما هو إلا دليل واضح على أهمية الإنسان في المجتمع البحريني، وهو اللي نصت عليه التشريعات الوطنية في احترام الحقوق والحريات، واللي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين هي مهد للحضارة والعدل. نعم سعادة النائب عمار البناي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس، شكرا جزيلا لك.